من الـ LBC تحية طيبة وإليكم أبرز عناوين نشرة هذه الليلة. 900 جرام خبز ب 1500 ليرة، الحكومة والأفران ربحوا والمواطن خسر رغيفا. الحكومة أقرت زيادة التعريفات الطبية، فهل تبقي المستشفيات على قرارها رفض مرضى الضمان؟ فرنسا تلوح بالفصل السابع بحق سوريا إذا فشلت وساطة أنان. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBC مع يزبك وهبي وجوزيان رحمي. مساء الخير. حاول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن يفكك الألغام قبل توجهه إلى بلجيكا، نجح في تفكيك بعضها، فيما بقي البعض الآخر مزروعا وعرضة للانفجار في أي لحظة. لغم ربطة الخبز جرى تفكيكه، ولكن على حساب المواطن. بقيت الربطة على سعرها 1500 ليرة، لكن جرى خفض وزنها من 1000 جرام إلى 900. ربحت الحكومة، ربحت الأفران، وخسر المستهلك رغيفا تقريبا في كل ربطة. لغم التعرفة الطبية جرى تفكيكه، ولكن من دون وضع آلية له، حيث جاء في المقررات الموافقة على زيادة التعريفات الطبية والاستشفائية. فكيف ستتلقف المستشفيات هذا القرار؟ هل ستبقي على قرارها عدم استقبال مرضى الضمان بدءا من الاثنين المقبل؟ أما لجهة مرسوم 8900 مليار ليرة، فبقي معلقا إلى حين الصياغة النهائية التي سيعدها وزير المال. ما بقي عالقا أيضا إضراب اتحادات وقطاعات النقل البري الذين اتخذوا سلسلة من الخطوات في غاية التصعيد. في شأن الانتخابات النيابية، وافق مجلس الوزراء أيضا على بند اقتراع اللبنانيين المقيمين في الخارج، لكن أيضا من دون تحديد الآلية وقبل تحديد القانون الذي سيتم اعتماده. في المحصلة يمكن القول إن مجلس الوزراء حاول تبريد الأجواء أكثر من محاولته إيجاد المعالجات الجذرية. في الملف السوري، لعل أبرز تطور هو ما أعلنه وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبي بما يشبه التحذير من أن الخامس من أيار سيكون لحظة الحقيقة بالنسبة إلى النظام السوري، حين سيقدم الموفد الدولي تقريره. فإذا فشلت وساطته، فعندئذ ستتحرك فرنسا مع شركائها من أجل قرار بموجب الفصل السابع.